تعبان من ملعب التتش ونعرف عنده ايه اخر الاخبار. مساء الخير سارة، مساء الخير أحمد، تحياتي ليكم وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. مليون مبروك برنامج السادسة، وبإذن الله يكون وشه خير على النادي الأهلي، وبإذن الله يكون الانتصارات قادمة، بطولة أفريقيا وبطولة الدوري كأس مصر. بإذن الله الأهلي كالعادة يحصد جميع الألقاب. أنا بالفعل متواجد وخلفي تمرين النادي الأهلي نادي القرن استعدادا لاستكمال المسابقات المحلية والبطولة الأفريقية طبعا وكأس مصر. يمكن الأهلي بيستعد لمباراة إنبي اللي هتكون يوم 9 أغسطس القادم، والاهلي اجرى وديتين لهذه الاستعدادات او لمباراه انبي، مباراه الجونه اللي كانت بالامس وقدر يفوز فيها بخمس اهداف مقابل هدفين، ومن قبلها مباراه سموحه اللي قدر يفوز بها ايضا باربع اهداف مقابل لا شيء. الناس كلها عاوزه تطمئن على ياسر ابراهيم. خليني اقول لكم قائمه الاصابات في النادي الاهلي، يمكن ياسر ابراهيم، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمد محمود، سعد سمير، ونيدفيدي. لو هبدا بسعد ونيدفيدي، يمكن هم لازم يسافروا المانيا ياخدوا الضوء الاخضر من الطبيب الالماني ويرجعوا الى القاهره مره اخرى، فدول لسه يعني شويه مش هنتكلم عليهم الان. نتكلم محمد محمود اللي من خلفي بيجري التمرينات البدنيه يمكن على ارض رمله في ملعب جانبي جنب ملعب التتش، خلاص هو بيستعد يمكن في اقل من 10 ايام باذن الله ويكون متواجد مع زملائه في الملعب، وخلاص في الاجراءات البدنيه الاخيره علشان خاطر المخزون البدني اللي عنده يقدر يجاري بيه لاعبي النادي الاهلي. محمود وحيد كان عنده شد قدامه اسبوع او اقل من 10 ايام باذن الله ويكون موجود. كان في كلام شحات اربع اسابيع بالكثير باذن الله وهيكون. كان في كلام على انه الاهلي او الاداره الفنيه النادي الاهلي وريني فايلر بيفكر انه يعمل مباراه وديه ثالثه قبل ما تبتدي ماتشات الدوري او تستأنف مباراه الدوري العام مره ثانيه. ايه صحه الكلام ده، وهل تم تداوله في مختار التتش النهارده ولا لا؟ لا 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 لا، الى الان هم فايلر طلب مباراتين وديتين بالفعل تم لعبهم، وايضا غير مباراتين كان في تقسيمه ما بين الفريقين من داخل فريق النادي الاهلي. الى الان فايلر تصريحاته كلها، كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا مدير الكره، التصريحات كلها واحده مباراتين خلاص. خلي بالك ما فيش وقت كمان، انت بتتكلم لو قلت لك البرنامج، لو قلت لك بكره هيبقى التمرين 9:30 الصبح، الجمعه والسبت هيكون اجازه، الحد هيكون التمرين 5:30، هيبقى خلاص بينك وبين مباراه ام بي اللي هي يوم 9، هيبقى الوقت قليل جدا. من الصعب ومن الصعوبه ان غامر واخش العب مباراه وديه تاني في شهر 8 قبل مباراه انبي بكذا يوم. الاصابات ممكن لا قدر الله تحصل حاجات كتيره جدا، خلاص هو بيعلى بالمخزون البدني وبينزل الشهر الجاي يبدا ينزل بيه المخزون البدني عشان خاطر يبدا يعني يطلع مباراه انبي بكامل قوه فريق النادي الاهلي. فانا باكد لك الى الان ما فيش خالص اي مباراه وديه النادي الاهلي هياخدها باستثناء طبعا مباراه الجونه ومباراه سموحه. اطمنك على حمدي فتحي. نطمن على حمدي فتحي، اتفضل اتفضل طمني على حمدي فتحي اتفضل. حمدي فتحي بيتكلم في اسبوع باذن الله بعد العيد هيجري المسحه الاخيره، ولو باذن الله باذن الله هيبقى سلبيه هيكون موجود في ارض الملعب. ياسر ابراهيم اللي الناس كلها بتسال عليه، ياسر ابراهيم النهارده حاضر النادي الاهلي، وقفت اتكلمت معاه شويه، يمكن عنده ورم يعني شويه، يمكن الورم بدا يقل شويه في اسفل القدم، ولكن باذن الله اقل من اسبوعين باذن الله بالكثير باذن الله ويكون راجع مره اخرى مع زملائه في الملعب. وباذن الله باذن الله الاهلي يستعد لمباراه انبي وتكون فتحه خير باذن الله لاستكمال الموسم، ويقدر يفوز على انبي ويستكمل باقي المباريات عشان يحسم بطولة الدوري سريعا ويركز في البطولة الأفريقية اللي هتكون مع فريق الوداد المغربي. في 30 ثانية، في 30 ثانية ممكن تقول لي اللقب الأفريقي يحصل أبرز ملامح التدريب النهاردة؟ الجدية والإصرار، والكل بيحاول يلفت نظره عشان فايلر، بيحاول يلفت نظر فايلر عشان يقدر يستقر على تشكيله، فكل اللعيبة بتتصارع أو بتلفت نظر الراجل عشان يقدر يعتمد عليهم الفترة المقبلة. شكرا مراسلنا شريف شعبان من ملعب التتش. الحقيقه كل المراسلين عاملين مجهود قوي جدا وجبار، هيكون معانا بشكل يومي ان شاء الله متابعه على شاشه قناه